ديموس عطيه، ديموس عطيه بعد يا ديموس، خلي الرجاله يتكفلون بالامر. ديموس دركا تدخل، هون خبزو خبزو كريتوس وضعين. ديموس اخي انقذنا يا ديموس، ايش فيك؟ ايوه ودع ديموس اخوتي، اخوتي ديموس ودع، ودع ديموس اخوتي. اوووه تقلق اخوتي كريتوس تقلق، هبل هبل. اوووه سبارتن ريج هذه يا اخوتي يا عزاز، انت تركتني، ايش اللي تركتك يا حمار؟ هم اخذوك يا ابن الله، انهض قاتلني. نود يا كريتوس اخوك راح يموت، نود والله كسرالو. لا تمزح، الحق 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 انقذ اخوك الحق. خلاص ايش تفكركم هاد اللقطه في جود اوف وار ترايب ضد بوسايدن؟ ايش قاعد تقول؟ آه تعال ابلع يا كلب، عطيه على راسه، عطيه ابلع يا كلب ابلع ابلع يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى أفضل خير. مرحبا بكم خوتي في حلقة جديدة من لعبة جود اوف وار جوست اوف سبارتا. نورمالمون هذه خوتي الحلقة الأخيرة، لعبت خوتي شوية بالكواليس، لعبت شوية تقدمت واحد المراحل، مراحل كانوا يعني غير بس الغاز وما فيهم أي شيء له علاقة بالقصة. وكما شفنا في الحلقة اللي فاتت خوتي أنه قتلنا مايدس باش نديرو طريق خوتي. سو مايدس ار سوري مان وي كيلد يو، سو معليش تكبروا تنسى مايدس نورمال. لعبت شويه اخوتي عشان انه مراحل بس فيها الغاز ومدري ايش. الحين راح يمكن راح يلتقي باخوه ديموس وراح نشوف اذا يقدر انه ينقذ اخوه ديموس ولا لا. بسم الله ليتس جو. الله الله ايوه رقينا بعد وات نعبلي مازال اوكي. ديموس يا خوتي ديموس بعد، اه يا ديموس تراني قتلت مليون الف واحد عشانك. تعال نتصل به الشجرة عشان يكون تحت. ايوه اه هو ديموس اخو كريتوس ليتس جو اخيرا. اه نطيحه بادي اوكي ابلعي يا اخي. والله اخي انت بامان الان، ليش قاعد تضحك؟ ليش يا ورع؟ ايه بامان قال له، قال له انت خليت هذه تحصل لي، ها تحصل لي ايش تحصل. قال له هل تعتقد اني راح انسى؟ اوه مش راح نسامحك. قال له اه الربا، قال له مش راح نسامحك ابدا. ايش يا حمار انا جاي يعني وات جاي دبس فيا وات وات ذا هيل؟ كيف انا جاي نقعد فيك انت؟ وش هالاخ ما تحترم اخوك الاكبر يا كلب يا ورع؟ انا اخوك الاكبر يا كلب. تعال 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 تضرب اخوك، ها ابلع 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 عمال. انا قتلت مليون واحد عشانك عشان في الاخر تسوي تفايتين هي. ابلع يا كلب ابلع ابلع. وفي ناس يا اخوان يقولوا انه ديموس اقوى من كريتوس، ايه اقوى امها بس ديموس اقوى من كريتوس. اوه شيء شكله شكله قوي ها. عطيه قال قوي، عطيه عطيه عطيه. والله انه في ناس يعني يقولون ديموس قوي ما اعطولوش كما نقولوا حقه في اللعبه في القصه يعني عشان انه راح يموت. تدرون انه راح يموت يا شباب؟ ما ادري والله انا حاسس كريتوس يعني ما في اي شخص ضده بالقوه وال قارنوه بديموس. مان وين يو دوين مان؟ ايش قاعد تسوي؟ هذا هو ديموس تاعكم. ها نجلده يلا هاي انا جاي قاعد ننقض فيك عاد، جاي ننقض فيك من بعدها ها من بعدها تجي تضربني كما هكا. عليك كل تعال تعال تضرب اخوك الاكبر، ما ادري مين الاكبر من الاصغر اخوان. بس قاعد اقول شكله ديموس هو الاكبر يا اخوان. انت تركتني، ايش اللي تركتك يا حمار؟ هم اخذوك يا ابن الله، انهض قاتلني يا اخي يا ديموس. والله ما ابغى اضربك اقسم بالله ما ابغى اضربك.
غادر يفوت لك من اول نظره. لا يا اخي ايش في ايش في. مين هذا؟ وات ذا هيل؟ نو واي كريتوس الحين تنقده الحين نود. لا وات ذا هيل راح يقتله. لا يا ولد انت قتلت ابنتي. مين هو ذا؟ مين هذا خوتي؟ قال له يكيل ماي داوتر قتلت ابنتي. مين هو هذا؟ اكتبوا لنا في التعليقات يا شباب لا تعرفوا اكتبوا لنا هذا الورع. هذا راه اخذ لي اخي كريتوس. كريتوس ديموس ولا جلده يا خوتي وصح جلده. مش طايق يمشي. وات ضرب ضرب. وات مش طايق يا خوتي. لول نود 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 يا كريتوس راه اخوك راح يموت. نود ولا كسرالو. لا تمزح. الحق 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 انقذ اخوك. الحق الحق ترى راح راح تروح المسيرة تاعنا في باطل كون يموت. جاك كريتوس جاك كريتوس. اطلع اطلع اصعد اصعد اصعد. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. راح اجلد جده هذا الوحش هذا. فاست 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 سريعا 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 انقض. هذا ثانوس هذا هذا هو ثانوس. يلعن ام الفايت اللي راح تصرى اخو كريتوس ثانوس ومدري مين ينقذك. عبالي لوحه بعد. لا 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 تعال. لا 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 لا, لا. يلا كريتوس الله الله اكبر قد اخوه دايم. كريتوس يا اخويا. يا اخو كريتوس التحالف الاسطوري. يا قال له هذه اخواتي كان يقولها له هو صغير. قال له سبارتن ما يطيحش في الارض. قال له ما تخسرش مره اخرى. فايت از نوت اوفر. القتال لم ينتهي بعد. راح نجلدوه اخواتي راح نجلدوه. ليتس جو. اصبر راح نفايت ديموس ولا ايه نفايت هذاك الوحش نورمال ما يمكن. يب 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 راح نفايت الوحش خلاص ديموس. ام كومينج برذا. ليتس جو برذا. حاسس اني العب اونلاين يا اخي. راح اسوي سيف بس على سريع شباب. و ليتس جو. يلا تعال جاوك الاخوة الاخوان شوقي. ها ما ادري استغفر الله. يا كل ما في سبوكن تشوت. قالوا له ايه اللي فيه الماركه. قال لهم كان راح يدمر اولمبس. اي قالوا له قال له ايريس ما عرفش يخير في ذاك النهار خاصي ثم ادى اخوه في عود ديكريتوس. دروك انا بدينا نفهموا القصه. قال له هذاك ما حتى حي ما تم دركا. كان اختيار كذا. قال له الملوك ما يقروش القدر تاعي. اكيد يا كريتوس اكيد. The sisters of fate make it so. هما قال لهم الملوك يخيروا القدر تاعك واخوات القدر هذوك يطبقوا هذا. No nothing but a power game you don't know you don't know you played. اوه باثيتيك. قال له دغيد دغيد. الله انك تشف يا ابن الحلال. Now is the time Kratos the beginning of the end. نهاية بداية النهاية. خربطها لي يا خوتي بلونجلي. نحاول نشرح لكم انا ولكن خبزنا يا جدك خبزنا. لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. ديموس اعطيه. ابلع يا كل. لا لا ابلع 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 يا برع ابلع. لا
جيجي جاني انا لول ديموس هيلب مي ابلع يا كلب اعطيه اعطيه على الراس ابلع يا كلب تعال لا 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 سوي جار مرة ثانية مرة ثالثة ابلع 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 راح يخسر ايه لازم اعطيها له هكذا اوكي فهمت الحين لا 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 ابلع دخ تعال الحين عرفت الفكرة راح اجلد امك يا كلب ابلع ديموس خبزوه لا خبزني ابلع راح يدخ يمكن لازم اضرب يده ما ادري دخ بليز لا يزل يسكو دايرة الله اكبر اخيرا ديموس اعطيه يا ديموس اعطيه بعد يا ديموس خلي الرجالة يتكفلون بالامر ديموس بركة تدخل هون خبزو خبزو كريتوس وضعين ديموس اخي انقذنا يا ديموس ايش فيك ايوه هر الكلام الحلو على عين راحت العين الاولى راح ديموس اوه نو واي ودع ديموس خوتي خوتي ديموس ودع ودع ديموس خوتي اوو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 و
وسبارتن ريج هذه يا اخوتي. يا عزاز يا ويلك. شلا ابلع ابلع ابلع. تخيلوا يكسبني كذا ويكسبني. لا ما دم ما دم ابلع 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 ابلع. العن ام سبارتن ريج. ذا بيست ذا بيست ذا بيست. ابلع ابلع. خلاص خلاص دايره دايره دايره. جلده جلده خلاص. يو دين برو يو دين. رجعت الحين اجلد عمك. تعال اعطيني المشيه حقت ال الله المشيه التي قتل بها جميع العالم. جميع الوحوش. يو خلاص ايش تفكركم هاد اللقطه في جود اوف وار طوايف ضد بوسايدن. ايش قاعد تقول؟ تعال ابلع يا كلب. عطي على راسه عطي. ابلع يا كلب ابلع ابلع يا فرخي نار شكلك. عطي ايش قاعد مازال تتكلم مازال تتكلم. تعال 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 تضرب ديموسا. اقول بس اقول ابلع يا كل ابلع. ولا صوت خاوي يخلاني. سلام عليك طينا عليها خوت. ولا هذا يعتبر ملك من مامو كمال اخرين. لا مش ملك قصدي ملك. قضينا عليها اخوتي. راح تشوف ديموس راح تشوف ديموس يمكن مات. شكله راح يودع ديموس يا اخوان. ديموس راح يودع يا شباب. نو مات. نو برو مات شباب. لا يا ولد لا يا رجال. ولكن والله انه تحالف اسطوري يا اخي كريتوس وديموس. ديمو خلاص. عطني عطني الموسيقى يا رجاله.
هذا اللي كان يحفر في القبور اخوتي، كان يقول له اني يعني نوجدك في القبر تاعك. يعني وجدت له ولا شنو؟ ما فهمش يعني وجدت القبر لديموس ولا كريتوس؟ ما فهمناش احنا واش كنت تقول ايش يا اخي. جيجي خلاص، ودع الملاعب ديموس يا شباب. معليش يا ديموس. انت حر الان. ايش اللي حر انت؟ جهنم خالدين فيها الحين. دي حفار القبور هذا والله كانه العراف حق فالهالا. سيري قصدي تاع فايكي. ايش اللي ظهر؟ جيجي يا راجل. يعني كل الطريق بلا فايدة، في الأخير يموت أخو. إيش الفايدة الحين؟ يا كريتوس. فايت جوس. What have I become؟ قال لهم قاع وش ال مش بالمول مش بنقول الآلي. قال لهم كيف هو الليز بحال قاع رول هذا، كيف هو الليز، كيف أصبحت؟ قصده وش قال؟ ولا مونستر ولا وحش بنقول. شاف روحه ولا وحش خالص. It is done. أثينا يا لا توكل يا أثينا. You have let go of that which made you mortal. Your ties to this world are severed. You are ready to be a god. قلت له راك واجد باش تولي ملك. يا أخي يا أثينا يا أخي. قال لها دي راه قاع لعبة إليك، بالنسبة إليك يا أثينا. شكله راحت تسوي له خدعة، ما أدري ولكن ما أدري. الله راح ينتقم من الملك يا خاصي. راح ينتقم من الملك دركا. أولي شيت. ما براذر. أثينا تكلي بس. راح ينتقم من الآلهة خلاص. ديم وخلاص صح. ديم تم التختيم بنجاح شباب. يعني القصة قاع الكاملة على هذه كان بقي ينقذ الوالدة، والدة كريتوس، وكان راح ينقذ أخوه، وفي طريقه قتل مايدس، قتل ثاناتوس يمكن هذا الأخير، ما أدري إيش اسمه، يمكن هو ثاناتوس يب. وفي الأخير يعني خرج بصفر نتائج، ماتت أمه ومات أخوه ديموس. جي جي يا راجل. هنا راح نحبسوا هذه الحلقه اخواتي كما راكم تشوفوا. اتمنى ان هذه الحلقه وهذه السلسله عجبتكم. ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناه، وكتبوا لنا في التعليق اذا راكم حابين تشوفوا سلاسل واحد اخرين، مثلا سلسله اخرى تاع كود فار ولا اي شيء. هذا ما كان. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.